بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبائي فعلوا الجرس ولايك وشير اشتراك في القناة ليوصلكوا كل جديد. لازم انتوا تشتركوا في القناة عشان تعرفوا ايه الخطوة اللي بعد كده، لان زي ما قلت لكم ان الخياطة كلها سلسلة مربوطة ببعض. لازم تعرفي اللي قبليها عشان تفهمي اللي بعديها. احنا النهاردة في الفيديو ده ان شاء الله هناخد جيبة نص كلوش اللي هي بخياطة في الجنبين وخياطة في نص الظهر. الاول احنا بنرسم الباترون الاساسي للجيبة واحنا واخدينه قبل كده بنفس الشكل ده كده. خلاص، في حاجة النص الكلوش لو عايزاه واسع قوي احنا هنبتدي ندي توسعات في الباترون الاساسي. يعني ايه ندي التوسعات؟ يعني ناخد اللي هو بنقول عليه افازيه، تاخديه من عند نقطه العشرين بتاعه الجنب وبتبتدي تعملي التوسيع اللي في الجيبه. احنا قلنا بناخد عشر الطول زائد اتنين، ونيجي من عند نقطة العشرين بالشكل ده وبنروح نازلين بناخد بقى عشر الطول زائد اتنين، وليكن الجيبة بتاعتك سبعين سنتي تمانين تسعين زي ما انت عايزة. بتروحي واخدة الطول بتاعها وبتضيفي عليها اتنين، مش عايزة القفازيه واسع بتاخدي عشر الطول بس، وبتروحي حاطه نقطه عند الديل بالشكل ده. خلاص، بتيجي بقى من عند نقطه العشرين اللي هي بتاعه تقسيم الجناب اللي هو احنا شايفينها دي، هناخد خط بالشكل ده لغايه النقطه بتاعه بالطريقه دي. احنا كده اخدنا التوسيع، وبالتالي هناخد برضو التوسيع بتاع نص الظهر، هيتحط فين برضو؟ في نص الامام. وبناخد برضو عشر الطول زائد اتنين او عشر الطول بس حسب الوسع اللي انت عايزه، وبنروح واخدين خط بالشكل ده. خلاص، ده كده لو انت عايزه جيبه عاديه بنقول عليها افازيه. التوسيع ده اسمه افازيه، بتاخديه من عند نقطه العشرين بتاعت الجنب وبتنزلي بخط لغاية النقطة اللي انت خدتيها بتاعت التوسيع. وبنيجي نفصل الباترون بالشكل ده. نقص بقى، احنا طبعا واخدين الرسم الباترون الاساسي للجيبة قبل كده، ارجعي للفيديوهات هتلاقيه. وبنروح بالشكل ده هنيجي كده اهو، وناخد الجزء بتاع الديل نقصه. انا بوريكم بس عملي علشان ايه تبقوا عارفين الدنيا ماشيه معاكم ازاي. احنا اللي هنعمله ده الجيبه نص كلوش اللي هي بخياطة من الجنبين وفي نص الظهر من عند السوستة. هوريكم بقى كمان دلوقتي حاجة كده، بنقص الخطوط بتاعتنا كلها بالشكل ده. طيب احنا كده قصينا، فصلنا بقى الامام عن الخلف بالشكل ده. خلاص، جه ظهر لنا هنا ايه؟ المثلث الناقص في نص الظهر، زي ما عملنا في الباترون الاساسي بتاع الكورساج هنعمل اللي هو في جيبة الفستان. هنعمل بالايه؟ بالشكل اللي احنا هناخد الجزء ده بنقيسه. بص حضرتك عشان تبقوا عارفين برضو الموضوع سهل جدا، هنقص ورقة، هنجيب
بالمزورة كده ونروح قايسين الجزء ده اللي هو التوسيع اللي احنا واخدينه، يطلع معاكي زي ما يطلع. طبعا دوت هنا ده مقاس افتراضي، ده طلع 4 سنتي، يبقى بناخد 4 سنتي كده، 4 سنتي بالشكل ده. خلاص بنيجي بقى هنا بنحط، بص حضرتك ده نص الظهر اهو، وبالدبابيس بتروحي مدبسه بندبس بالشكل ده. خلاص وخدنا المقاس بتاع الوسع بالشكل ده اللي هو ده، اخدناه ورحنا اخدنا القياس ده على ورقة، ونبتدي بقى نعمل المثلث اللي ناقص عندنا. نروح واصلين كده، فاكرين لما قلت لكم المزورة احنا برضو بنستخدمها مسطرة، ما فيش مشكلة بالشكل ده. يبقى احنا عملنا الجزء اللي ناقص في نص الامام اللي هو في نص الخلف، ونبتدي نقص بقى الزيادات. نمشي برضو على الخطوط بالشكل ده، وناخد دي كده اهو. يبقى كده احنا عملنا ده. لو عايزة تعملي جيبة فازيه بالشكل ده، بتنزلي بتاخدي عشر الطول زائد اتنين، او بتاخديه من غير زائد اتنين لو مش عايزة واسع قوي، ومن عند النقطة بتاعت العشرين بتاعت الجنب، وبتاخدي خط بالشكل ده، هيطلع لك المثلث اللي حضرتك شايفاه ده الزيادة. خلاص طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل الجيبة اللي هي نص كلوش. هنعمل ازاي؟ احنا خلاص خلصنا البطرون اهو، هنيجي نقفل المرة دي بقى، هنقفل مش هنفرغ البنسة، لا ده احنا هنقفلها على الورق. حضرتك تمسكي البطرون الفرخ الورق اللي حضرتك رسم عليه البطرون بالشكل ده، بص حضرتك هيطلع لنا بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. خلاص تيجي بقى عشان حضرتك مبتدئة هقولك تعملي ايه قبل ما نقفل بالقلم كده. تروحي بره كل ده، انت بتشتغلي على ورق الجرايد الساده عشان تعملي النص اللي هو نص كلوش. بتاخدي كده حضرتك، بصي تنزلي بخط للاخر كده عشان بس ايه لما تيجي تقصي البروز بتاع البنسه تبقى انت ظابطه الدنيا. انا ممكن اعملها كده بالنظر بس انا فاهمه انا بعمل ايه، لكن انت عشان حضرتك لسه مبتدئه فممكن الجزئيه دي مش هتستوعبيها كويس، تقومي نص الكلوش بتاعك ما يطلعش مظبوط. بص حضرتك رسمنا خط بالشكل ده، وادي البنس قفلناها على الورق. خلاص الجزئيه دي مفهومه. نيجي بعد كده نعمل ايه؟ نروح قصين الخط ده لغاية بروز البنسة، لغاية ايه بس طلعت لنا ايه معانا توسيع. خلاص التوسيع ده بقى بنجيب
ورقة تانية من ورق الجرايد السادة، وبنبتدي نحط عليه التوسيع عشان خاطر ممكن تاخدي كده وتشتغلي على القماش وتحطي التوسيع بتاعك وبتحطي دبابيس. برضو اقول عشان لسه احنا مبتدئين ولسه المجال جديد علينا، فيستحسن ان احنا ايه نظبط الاول على ورق. هبص حضرتك جبنا الورقة بالشكل ده ونروح مدبسين بالدبابيس. قبل ما دبسي واحدة ناحية واحدة دلوقتي بس بالدبوس كده، عشان الناحية التانية دي اللي هتبتدي تتحرك معانا واحنا بناخد المقاس. بص حضرتك بتيجي بقى عندك التوسيع بتاعها بيبقى من 4 لـ6. لو عايزة كلوشة واسعة خدي 6 سنتي، عايزاها متوسطة خدي 5 سنتي، عايزاها يدوبك كده كلوشة مش واسعة قوي يبقى 4 سنتي. يبقى احنا قلنا بناخد التوسيع بتاعنا من 4 لـ6 سنتي. عندك اي رقم من الارقام دي وبتروحي عاملة. طبعا احنا ايه هنا يعني بندي رقم افتراضي كده. هبص حضرتك بالمزورة وبتروحي بقى ايه قايساها بالشكل ده. خلاص تروحي معلمة بقى بالقلم بالشكل ده. يبقى كده حضرتك خلصتي الكلوش. سهل جدا جدا، ورسم البطرون سهل، احنا واخدينه في الفيديو اللي قبل كده. بتروحي طبعا الاول بتدبسي الجزء اللي احنا ما دبسناهوش بدبوس ابرة على اساس ما المقاس يعني ما يوسعش منك، تبقي ظابطه الدنيا كده. تروحي حاطه برضو دبوس ابرة تاني، ناخد واحد كمان كده. شيء ممتع جدا جدا ان حضرتك تقعدي تعملي جيبة سهلة وسريعة وجميلة. بص حضرتك بتروحي بقى ايه بالظبط كده اهي، طلعت نص كلوشة. طبعا دي زيادات احنا بنقصها اللي ملهاش لازمة بقى. وبيطلع لك بالشكل ده. التوسيع بتاعنا بتاع الجيبة بالشكل ده. بتيجي برضو في الجزء اللي ورا برضو بتعملي الخط اللي احنا قلنا عليه. بتاخدي خط بالطريقة دي عشان بس ايه يبقى شغلك مظبوط، يبقى الجيبة معاكي مظبوطة، الخطوط كلها واخداها بالمقاسات الصح بتاعتها، فيطلع معاكي الكلوش بتاعك مظبوط. خلاص احنا خدنا خط اهو من العمود بتاع البنسة وبتكملي بيه لغاية الديل تحت بالطول اللي انت عايزاه بقى. يعني عايزاها ماكس ماشي، عايزاها قصيرة ماشي، عايزاها ميدي ماشي. بصي التقسيمة اللي انت عايزاها والطول اللي انت عايزاه. بتيجي بقى بنروح قافلين البنسة زي ما احنا خدنا في الجزء بتاع الامام. بتروحي قافلاها على الورق دي بقى ما بتتفرغش، وبتترسم على القماش وبتتاخد على القماش تتضم. لا دي على طول بتقفليها على الورق بالشكل ده. بص حضرتك بالشكل ده. خلاص بنيجي بقى نروح قصين العمود دوت اللي احنا عاملينه من ناحيه الديل، وبيترسم لغايه الديل بالطول اللي انت عايزاه، بيتفتح لك بالشكل ده. خلاص بتيجي بقى بتروحي حاطاه على ورقه تانيه زي ما قلت لك في اللي هو بتاع نص الامام، وبتاخديه بقى
بالمقاس اللي انت عايزاه. طبعا احنا بنعمل ده نموذج مصغر، ف يعني مش هيبقى ايه واضح زي جيبه كبيره، بس هو يعني ايه يقضي الغرض. يعني بنحط برضو في اتجاه واحد الدبابيس بالشكل ده، نثبت الاول اتجاه واحد ونبتدي ناخد المقاس. ثبتنا خلاص اتجاه واحد، نيجي بقى ناخد المقاس بالشكل ده. بالمزورة برضو بتروحي قايسة، احنا قلنا من 4 لـ6، وبالشكل ده بتحطيها بالشكل ده بالشكل ده، وبتروحي معلمة بقى كده بالقلم عشان احنا شغالين على الورق. خلاص ادي خدتي العلامة بتاعتك، بتروحي ترجعي تثبتي بقى الجزء المتحرك اللي احنا قسنا عليه من ناحيته المقاس اهو بالشكل ده. ونحط دبابيس الإبرة بتاعتنا، ابص حضرتك ناخد دبوس تاني برضو. ادي الموضوع سهل، ادي الديل اهو. نبتدي بقى نقص الزيادات. اخدنا التوسيع بتاعنا قلنا من 4 لـ6، عايزاها واسعة خالص بتاخدي 6 سنتي، عايزاها متوسطة بتاخدي 5، عايزاها كلوشة مش واسعة قوي بتاخدي 4 سنتي. بتبتدي تقصي الزيادات بقى اللي تحت دي اللي ملهاش لازمة عشان ما تضايقكيش في وانت بتحطي على القماش وتشتغلي. اهو كده حضرتك، يبقى احنا خلصنا الجيبة نص كلوش اللي هي خياطة من الجنبين وخياطة في نص الظهر، والتوسيع بتاعنا اللي هو بتاع القفازيه اخدناه مقاسه وحطينا في نص الظهر، لان نص الظهر الجزء ده هو اللي ناقص فيه، فاخدنا المقاس اللي هو ده اهو، رسمناه على الورقة بالشكل ده ودبسنا، ويبقى كملنا الجزء الناقص بتاع المثلث. خلاص نيجي بقى قفلنا البنسة على الورق بالشكل ده، طلع لينا بروز. طبعا قبل ما بنقفل البنسة بناخد خط لغاية الديل عشان لما نيجي نقص التوسيع يبقى احنا عارفين الخط ماشي ازاي عشان ما تتلخبطيش ويطلع متعرج منك. خلاص وقفلت البنسة على الورق بالشكل ده، طلعت بروز، قصتيه اتفتح البروز، حطيتيه على ورقة تانية، قستي من الديل من 4 لـ6، ده التوسيع بتاع الكلوش اللي هي نص الكلوش، وبيطلع لك بالشكل ده. بص حضرتك بيطلع لك بالشكل ده. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو دوت. ان شاء الله باذن الله نكمل في الفيديو اللي جاي ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم.